سؤاله الثاني يقول: في بلادنا قبل صلاة الجمعة يردد المصلون الإبراهيمية بأصوات عالية وجماعية حتى يصل الإمام ويخطب، وكذلك إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الخطبة يرد عليه المصلون بأصوات عالية وجماعية أيضا بقولهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فما الحكم في ذلك وما هي نصيحتكم لهذه الجماعة؟ قراءة الصلاة الإبراهيمية قبل دخول الإمام لا أصل لها في الشريعة، فهي بدعة، عمل هذا بدعة. نعم، وإذا كانوا يرفعون أصواتهم بذلك بصفة جماعية فالأمر أشد والبدعة أشد، هذا عمل لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة، فهذا من البدع. قراءة الصلاة الإبراهيمية قبل دخول الإمام سواء برفع صوت أو بدون رفع صوت، وسواء انفراد أو بصوت جماعي، كله بدعة يجب اجتنابه. وأما ردهم السلام على الإمام إذا دخل وسلم على المنبر بصوت جماعي هذا أيضا بدعة لم يكن من عمل المسلمين، فرد السلام سرا وبصفة انفرادية لا مانع منه، لكن رده جهرا أو بصوت جماعي هذا كله من البدع. والذي ننصح به هؤلاء أن يتركوا هذه البدع والمخالفات وأن يتقيدوا بالسنة النبوية ويراجعوا كتب السنة الصحيحة ويعمل بما فيها، ولا يعتمد على عادات الناس وخرافات الخرافات التي اتخذها كثير من الناس دينا وهي لا أصل لها في الشريعة. يجب على المسلم أن لا يقدم على عمل لا بعد أن يتثبت من صحته ومطابقته للوجه المشروع. الله أعلم. بارك الله فيكم. رد السلام على الخطيب مثلا في خطبة الجمعة أو على من يلقي السلام بواسطة المذياع مثلا ونحوه، لا يدخل في حكم رد السلام حضورا يعني شخصيا من حيث الإلزام برد السلام؟ هو مشروع بلا شك، رد السلام مشروع، ولكن إذا كان السلام على جماعة نعم، فالفقهاء يقولون إن رده فرض كفاية، واجب كفاية. نعم، إذا رده البعض يبقى في حق الباقين سنة، والمسلمين المسلم في المذياع أو المسلم على المنبر هذا يسلم على جماعة، فرده واجب كفاية. نعم. وبالنسبة للجمعة كما تفضلتم يكون سرا بين الإنسان ونفسه. نعم، يكون سرا.